التقى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتشادين بالخارج والتعاون الدولي السفير محمد صالح النظيف التقى مع مدير مكتب التعاون السويسري بتشاد رومين داربلاي برفقته بعض المسؤولين بالخارجية السويسرية، وقد تباحث معهم الوزير حول تعزيز سبل التعاون المشترك بين تشاد وسويسرا سيما المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد. وعقب خروجه من اللقاء مدير التعاون السويسري رومين داربلاي أوضح بأنهم جاءوا للتباحث مع الوزير حول السلام والمصالحة بين أبناء الوطن من أجل نجاح الانتقال السياسي، مؤكدا دعم السلطات السويسرية للمرحلة الانتقالية وتطبيق مخرجات الحوار الوطني الشامل والسيادي لتحقيق الأمن والاستقرار. هذا وأن التعاون بين البلاد والدول الصديقة سيسهم في ضمان سير المرحلة الانتقالية للوصول إلى النظام الدستوري.